إلى ذلك قاد مشايخ منطقة الظهر في مديرية بني حشيش في صنعاء صلحا قبليا انتهى باعتاق نفس تأكيدا على أهمية الاصطفاف ورص الصفوف لمواجهة العدوان. سمات التسامح والتصالح سمة يتحلى بها المجتمع اليمني وتتجسد في أفراحهم وأطراحهم وحتى في القضايا العالقة فيما بينهم. أهالي قرية الظهرة في مديرية بني حشيش ضربوا أروع الأمثلة في التسامح من خلال إعفاء أحد الجناة عن القصاص على خلفية قضية قتل. ما في انا عنهم متنازل عن وجه الله. متنازل وجه الله. الله يبارك فيك. الله وجهه. الله لا كلام. ان تنازلوا عن دم ولدهم الشهيد محمد حسين محمد علي قوزه بالعفو لوجه الله دون اي مقابل، ويعتبر هذا تنازل من اولياء الدم وعفوا منهم عن القاتل لولدهم، ويعتبر هذا قاطع لقضيه القتل. الصلح القبلي تقدمه عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية في المديرية الذين أكدوا أهمية تضافر الجهود المجتمعية لمحاربة العدو الحقيقي للشعب اليمني، مثمنين هذه الخطوة التي من شأنها اعتاق نفس لوجه الله. ويجب علينا أن نلم شملنا ونحل خلافاتنا ونتجاوز كل ما كان موجود من المشاكل نظرا لما يلزمنا به الظرف القاسي. نسعى معهم لحل جميع الإشكاليات، ونشكرهم على ما قاموا به، وكذلك نشكر أولياء الدم على تنازلهم، وهذا يدل على شجاعتهم وطيبتهم وأصالتهم. سعى العدوان ولا زال إلى استهداف بنية المجتمع اليمني ونسيجه العام، إلا أن أبناء اليمن ظلوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أكرم سران، اليمن اليوم. إلى